للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلتي السياسة الدولية والديمقراطية. أستاذ أحمد، بعد التحية، ما بين إعراب عن قلق وترقب وتحذيرات ورفض وتحسب للعملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، كيف تقيم الموقف حتى الآن مع الإصرار والتعنت الإسرائيلي؟ أستاذ هيثم، أهلا وسهلا بحضرتكم والسادة المشاهدين. بحضرتك. يعني ما زلنا في أصداء مخطط واضح تتداعى تفاعلاته على الأرض، متفهم. الدولة المصرية تحسبت له منذ البداية، تفاعلنا معه لحظة بلحظة، أصدرنا مع كل جديد فيه البيانات والمواقف اللازمة للتصدي لتداعيات الموقف في حينه. التطورات الأخيرة تنذر بعواقب وخيمة على الأمن الإقليمي، على الاستقرار الإقليمي، على التعاون الاقتصادي الإقليمي، ومن ثم على العالم. العالم ينبغي عليه أن يتفهم أن أي تداعيات تنتج عن هذا الإصرار لاستخدام القوة الغاشمة من قبل جيش الاحتلال والمضي قدما في مخطط اقتحام غزة الجنوبية والاقتراب من الخط الحدودي بما يمس ويهدد الأمن القومي المصري مباشرة، هو خط أحمر سبق أن تحدث عنه الرئيس، تحدث عنه بوضوح بأن تهجير الفلسطينيين خط أحمر، بأن تصفية القضية وهم، بأن أي محاولات للاقتراب من محور صلاح الدين خط أحمر، ومن ثم الدولة المصرية موقفها واضح ثابت حاسم، رافض تماما لأي نوع من المحاولات التي تهدف إلى تصفية القضية من خلال تهجير الفلسطينيين أو محاولة المساس بالأمن القومي سواء لجمهورية مصر العربية أو للمملكة الأردنية الهاشمية. نعم. أستاذ أحمد، تقييمك للنبرات المختلفة سواء المتصاعدة أو الخافتة خلال الفترة الأخيرة، وأيضا فيما يخص المواقف المتناقضة، الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث دائما عن رغبتها في عدم اتساع رقعة الصراع في المنطقة، وفي ذات التوقيت هي لا تقوم بما ينبغي أن تقوم به بشكل حاسم وقوي مع إسرائيل في إيقاف هذه الحرب بشكل قوي وحقيقي. رأيك في هذا التناقض الظاهر في التصريحات والمواقف؟ أستاذ هيثم، حضرتك حسمت الأمر بمنتهى الدقة من خلال استخدام لفظ منضبط، التناقض. هو من وجهة نظري ليس تناقضا، وإنما هي دبلوماسية أمريكية توحي للجميع بأنها تراعي حقوق الأطراف المختلفة وتهدف لتحقيق السلم والأمن والتعاون وفقا لمقررات الأمم المتحدة، ولكنها على الأرض تمارس سياسات مختلفة منذ اللحظة الأولى لاندلاع التفاعلات عقب أحداث أكتوبر. الولايات المتحدة الأمريكية تمثل الداعم الرئيس لهذه التحركات من قبل دولة الكيان المحتلة على الأرض. الولايات المتحدة الأمريكية توفر الغطاء اللازم من خلال هذا التناغم بين من خلال هذا التناقض بين التصريحات وبين التفاعل على الأرض. الولايات المتحدة الأمريكية باتت منكشفة تماما، لأنها لو كانت ترغب في وقف هذا العدوان لوقفته، ولكنها على علم وعلى دراية بكل تفاصيله، هي تخاطب كل طرف بما يرضيه، ولكنها في النهاية تحقق مصالح الشريك الاستراتيجي لها في الإقليم المباشر. نعم. والذي تتوافق مصالحها معه. نعم. سؤال أخير أستاذ أحمد عن الموقف المصري. الدولة المصرية هي التي تواجه التحدي الأكبر في هذا الإطار، الدولة المصرية التي تثبت وتوضح وتؤكد على مواقفها وتستعد لما هو قادم، ولكن بشكل هادئ ومنطقي
وأيضا فيه الكثير من التعقل الذي تظهر به الدولة المصرية عراقتها في هذا التوقيت. تقييمك لهذا الموقف وهذا الاستعداد لكل ما هو طارئ خلال الفترة القادمة؟ أستاذ هيثم، لدينا من الخبرة الكافية في إدارة ملف الأزمة الفلسطينية. ما يجعل هذه القضية هي قضية مركزية بالنسبة للدبلوماسية المصرية وبالنسبة لأجهزة ومؤسسات الدولة وبالنسبة للرؤساء الوطنيين الذين يتبوأوا الحكم على مدار تاريخ هذه القضية. رؤساء جمهورية مصر العربية على مدار التاريخ تمتعوا بالكياسة والحصافة اللازمة في التعامل مع هذا الأمر. اكتسبنا الخبرة اللازمة التي مكنت فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اليوم الأول من وضع الاستراتيجية اللازمة منذ 2014 للتنبؤ وللتفاعل مع ارتدادات هذه القضية على مساراتها المختلفة. واليوم تقف الدولة المصرية على أرض صلبة، تواصل جهودها السلمية، تواصل محاولة الوساطة وتقريب الوجهات النظر بين جميع الأطراف، ولكنها حريصة على الأمن القومي المصري الذي لن تسمح بالمساس له. صحيح. ولهذا أرسلت مجموعة من الرسائل أعتبرها بمثابة الإنذار الأخير لمن تسول له نفسه المساس بالأمن صحيح. القومي المصري. بالطبع، ومع الاستعداد بالطبع لجميع السيناريوهات. الأستاذ أحمد ناجي قمحة، الكاتب الصحفي، رئيس تحرير مجلتي السياسة الدولية والديمقراطية، شكرا جزيلا لك.